فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. نعم، حديث الإسراء والمعراج كثيرة، وأغلبها في الصحيحين أو في أحدهما. والإسراء والمعراج ثابتان في القرآن، قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأما المعراج فمذكور في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذا في المعراج فوق السماوات عند سدرة المنتهى، هذا هو المعراج وهو الصعود.